عبادي فأجيب كل ما قال رسولي قوله نور وهادي واتباع لسبيلي. رسالة إلى القادة. أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن القيادة مسؤولية وأمانة، مسؤولية ستسألون عنها يوم القيامة، عما استرعاكم الله عز وجل من رعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فيجب أن ننظر إلى القيادة على أنها أمانة، ومن ثم مسؤولية يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ولا ننظر إليها على أنها مغنم، إنما يجب أن يكون نظرنا إليها على أنها تكليف وأمانة عبئها ثقيل في الدنيا والآخرة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فمن هذا المنطلق ومن استشعاركم لهذه المسؤولية التي ستسألون عنها يوم القيامة، أزدي إليكم بعض النصائح. الرفق الرفقة فيما استرعاكم الله عز وجل عليهم وجعلكم قائمين عليهم، آثروهم على أنفسكم وسووا بينكم وبينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عظيما في العدل ودرء الظلم في سياسته وأخلاقه مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم. ففي غزوة بدر كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف، وقد ند من الصف رجل يسمى سواد بن غزية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعله نهره فقال: استوي يا سواد، على ما ورد في الروايات. فقال سواد للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد أوجعتني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال: اقتد مني يا سواد، اقتد مني يا سواد. فانكب سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. ما الذي حمل سواد على أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيلا ومحبة، محبة وتقبيلا؟ إنها أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولن تكسب القلوب إلا بحسن المعاملة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والرسالة الأخرى التي أبثها لإخوة القادة هو أنهم يجب عليهم أن يتوحدوا وأن يتطاوعوا وأن يتنازل بعضهم إلى بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث الصحابيين إلى اليمن كان قد أوصاهما فيما أوصاهما: تطاوعا ولا تختلفا. فإذا تطاوع بعضنا لبعض وتنازل بعضنا لبعض وأمر بعضنا بعضا وناصح بعضنا بعضا وكنا جسدا واحدا كالجسم الواحد يشد بعضه أزر بعض، وكنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإنا سنصبح بإذن الله قريبين من النصر والتمكين، وأن نعز في الدنيا ونفلح في الآخرة. علينا بالجماعة، عليكم يا إخوتي بالجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجماعة فقال: عليكم بالجماعة، فإنما يصيب الذئب من الشاة القاصية. أضف إلى ذلك أوصيكم إخوتي باستقطاب الكفاءات، فلكم نحن بحاجة إلى الكفاءات. فلا يكن تأميركم ولا تسويدكم للملمات والمهمات على أساس القرابة ولا على أساس المعرفة أبدا، إنما يجب أن تكون على أساس اعتبار الكفاءة. فإننا إذا وضعنا الإنسان المناسب في مكانه المناسب فوالله رقينا بالعمل وارتقينا بالعمل إلى مصاف من النجاح قد نحسد عليها، لأن من علامات الساعة هي أن ترتفع الأمانة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف ترتفع الأمانة يا رسول الله؟
قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وأنتم إذا وسدتم الأمر لغير أهله يحدث الخلل العظيم ويحدث الفساد العريض. فدونكم الكفاءات، ضعوا الإنسان المناسب في المكان المناسب، عند ذلك تحصدون أحسن النتائج في شتى المجالات. والحمد لله رب العالمين. يا عبادي.